ما بين العهد القديم والعهد الجديد. الحلقة الثامنة. ثامناً: الشعب في مريبة والحية النحاسية. عدد 20-21. يتابع الشعب مسيرته في الصحراء ويصل إلى مريبة فيتذمر على الرب ويطلب ماء. وعندما يكلم الله موسى ويخبره بما عليه أن يفعل، يعصي موسى أوامر الله، فيعاقبه الله ويعلمه بأنه سيرى أرض الميعاد ولكنه لن يدخل مع الشعب إليها. وبعدها يعود الشعب يتذمر على الله مرارا وتكرارا، وأرسل الله حيات فلدغتهم، ولما عادوا فتضرعوا لله بأن يبعدها عنهم، يأمر الله موسى أن يصنع حية نحاسية ويرفعها بمرأى الشعب كله، وكل لديغ ينظر إليها يشفى. يتابع الشعب المسير في الصحراء، ويصعد الرب موسى على جبل نيبو ويريه أرض الميعاد. وعندها يموت موسى بحسب كلمة الرب له. ويقود يشوع بن نون بعدها شعب إسرائيل بعد أن كان موسى قد باركه ووضع يديه عليه، ويحمل العبرانيين تابوت العهد حتى يدخلوا أرض كنعان، أرض الميعاد. ووصل الشعب إلى أرض الميعاد ودخلها في موعد عيد الفصح، وعندها فقط انقطع المن من السماء وقدم الشعب تقادمه للفصح من تلك الأرض. وهكذا تم العهد الموسوي، وبدأ شعب إسرائيل يعيدون الفصح متذكرين العظائم التي صنعها الرب فخلصهم من العبودية وأخذهم إلى أرض الحرية. ولكن هل انتهى عهد الله مع شعبه؟ الأرثوذكسية منارتك في الظلام.